معكم العيش تككرا، عضو المجلس الوطني للتنسيق الوطني للمتقاعد ومتقاعدات قطاع التعليم، وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، ومسؤول في لجنه الاعلام ديال التنسيق الوطني لقطاع التعليم. اليوم كتنسيق وطني ننظم هذه الندوه التي تعتبر الخامسه من نوعها، زائد يوم دراسي عقدناه بمجلس بمقر مجلس النواب. دونك هذه الوقفه هذه كتجي في اطار استمرار ديال التنسيق الوطني في التضامن والوفاء لكافه الاساتذه واطر الدعم الموقوفين والموقوفات جراء القرارات التعسفيه ديال الوزاره وديال الحكومه في حق هاد الناس، على اعتبار انهم مارسوا حقهم في الاضراب وبالتالي تعرضوا للتوقيف المؤقت وتوقف اجورهم. جئنا اليوم في هذه الندوه باش نقولوا لا للتوقيف، ضروره تراجع الوزاره عن جميع التوقيفات بدون استثناء، لانها توقيفات غير قانونيه وتعسفيه ومحاوله لكسر الحراك التعليمي اللي امتد لاربعه اشهر. جئنا كذلك في هذه الندوه لنقول هناك العديد من الملفات لم يتم حلها، بل لم يتم بعضها حتى طرحها داخل جلسات او اللقاءات التي تمت بين النقابات الخمس والوزاره والوفد الحكومي. جئنا كذلك اليوم لنقول باننا مستمرون في تنظيم اشكال احتجاجيه كتنسيق وطني، سنراعي فيها اولا مصلحه التلميذ، على اعتبار انه سطرنا برنامج خلال هذا الاسبوع يراعي هذه المساله هذه، وهو عباره عن تنظيم هذه الندوه والزياره. في هذا الصباح قمنا كتنسيق وطني بزياره الى مؤسسه الوسيط وبزياره الى المجلس الوطني لحقوق الانسان لاحاطتهم بالموضوع الموقوفين والموقوفات، وننظم هذه الندوه الخامسه في نفس الموضوع تضامنا مع الموقوفين والموقوفات. وكذلك سطرنا وقفات واشكال نضاليه سميناها وقفات الشموع التضامن مع الموقوفين والموقوفات، التي ستكون يوم الخميس مع السابعه ليلا في مجموعه المديريات ومجموعه الاكاديميات. وكذلك سطرنا اضرابا وطنيا، عفوا، شكلا وطنيا يوم الاحد 18 فبراير، وقفه ممركزه امام البرلمان، والتي سندعو من هذا المنبر ندعو جميع نساء ورجال التعليم وجميع اعضاء التنسيقيات للحضور، وكذلك الموقفين والموقفات للحضور والمشاركه يعني في هذا الشكل الاحتجاجي، اولا لرفع والتراجع عن هذه التوقيفات بجميعها 545. نريد ان يتوقف الاجراء في حقهم لعودتهم لمكانهم الطبيعي وهو القسم. جئنا كذلك نقول للحكومه والوزاره عليكما او عليكم تحقيق الملفات التي زالت عالقه ديال العشرات ديال النساء ورجال التعليم، سواء المتقاعدين منهم او الذين زالوا يزاولون. جئنا كذلك كختام لنقول على الوزارة التنفيذ والحكومة والوزارة التنفيذ اتفاق 2011 الذي يمكن واحد الفئة عريضة من المتقاعدين وخاصة المتقاعدين من حقهم في الترقية إلى خارج السلم بالأثاث الرجعي والمادي، بحيث أنهم خرجوا بصفر درهم ولم يتم استجابه لمطلبهم هو ديال الترقيه الى خارج السلم. وكنشكر وسائل الاعلام لمواكبه الانديه ديالنا الندوات ديالنا وجميع الاشكال الاحتجاجيه على المستويات الوطنيه والجهويه والمحليه، وشكرا. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.